السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب كيف حالكم طيبين حياكم الله في مقطع جديد في هذا المقطع إن شاء الله راح تكون مهام سهلة جدا 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 طبعا التحدي الأول راح يكون إنك تسلخ عشرين حيوان حلو التحدي الأول إنك لازم تسلخ عشرين حيوان التحدي الثاني لازم تمشي مسافة خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعين تقريبا هذا المطلوب انك تمشي هذه المسافه التحدي الثالث لازم تنهي اي شداون حلو لازم تنهي اي شداون مره واحده التحدي الرابع لازم تقضي على ثلاث لاعبين في فري روم طبعا بدون اي قانون يعني اقضي على ثلاثه فقط وانتهت السالفه التحدي الخامس التحدي الخامس لازم تشرب المشروب الاصفر اوكي مشروب الطاقه الاصفر في نوعيه قويه هي هذه اللي لازم تشربها التحدي قبل الاخير السادس لازم تطبخ خمس اشياء في الكامب تطبخ لحم آه، تعمل شاي اوكي كيفك التحدي الاخير اللي هو آه تنهي مهمة الفري روم مرة واحدة حلو تنهي مهمة فري مرة واحدة هذه المهام اليومية لهذا اليوم واسهل منها ما فيه نهائيا مهام سهلة جدا جدا يعني لابد انك تخلص اليوم سبع مهام الجنرال بالكامل تمام شباب شكرا لكم على حسن المتابعة نلقاكم في مقطع اخر ان شاء الله لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة ونشر المقطع كذلك وإذا لست مشتركا في القناة بإمكانك تشترك في القناة وتستفيد من الأشياء اللي ننشرها بشكل يومي كان معكم حميد فوكس من قناة OB Gamers حياكم الله